ومتابعة لهذا الموضوع معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس ميلاد عبد النبي دجالي، منسق ملف سيف القذافي بمكتب النائب العام. سيد دجالي، أهلا ومرحبا بك معنا في التاسعة من ليبيا لكل الأحرار. مشاهدينا الكرام، معنا من طرابلس عبر الهاتف السيد عبد النبي دجالي، نائب أو منسق ملف سيف القذافي بمكتب النائب العام. سيد دجالي، أهلا ومرحبا بك معنا. يا مرحبتين، شو حالك استاذ؟ الاخبار؟ الحمد لله. سيد دجالي، يعني بحسب تصريحات وزير العدل صلاح المرغني بشأن محاكمة سيف، يعني هل يمكن القول بأن المناخ السياسي والأمني أصبح مهيئا لذلك في البلاد؟ نعم، ما يهم هو وقوف هؤلاء الأشخاص أمام العدالة، والوقت أعتقد أنه مناسب، والآن أصبح كافة الملفات على قاربت على الانتهاء التحقيقات، والملف إن شاء الله حيكون جاهز للتقديم خلال الفترة القادمة إن شاء الله. نعم، يعني السيد دجالي، ربما ستكون محاكمة سيف هي محاكمة القرن. سيف الإسلام ابن العقيد الذي حكم ليبيا لأكثر من 4 عقود، ورائد مشروع ليبيا الغد، والمحتجز لدى ثوار الزنتان، والمتهم بجرائم ربما ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. كيف تلخص لنا ملف سيف ونظرة الدولة لهذا الملف؟ هو متهم ككل المتهمين، ارتكب جرائم في الفترة ما بعد 17 فبراير. هذه هي القضايا التي سيقدم عليها سيف، وهناك قضايا أخرى ما قبل 17 فبراير لازال التحقيق جاري فيها وهي عديدة. فيما يتعلق بالقضية اللي أحيل فيها إلى محكمة الجنايات الدولية وصدر أمر بالقبض عليها، هي مرحلة المحاكمة إن شاء الله، وأعتقد أن الأدلة إن شاء الله جاهزة، وأن القضية قاربت على أن تكون أمام القضاء في خلال الفترة القادمة، ممكن في نهاية شهر فبراير القادم، وستتم المحاكمة إن شاء الله علنية وبحضور نحن مستعدون كليبيين وكجهاز قضائي لاستقبال أي وفود دولية لحضور المحاكمة، وأن تكون محاكمة إن شاء الله ستكون محاكمة عادلة بكل المعايير. والدليل على أن قضاءنا نزيه هو ما صدر عن المحكمة العليا بعدم دستورية إحالة أبو زيد دوردة مباشرة بموجب قانون محكمة الشعب، بعدم دستورية هذه الإحالة وإعادة القضية إلى النيابة العامة لإحالتها مجددا للنيابة للقضاء عبر غرفة الاتهام. نعم، السيد دجالي، يعني في كل مرة يخرج أحد المسؤولين الليبيين ويصرح بأن محاكمة سيف الإسلام القذافي باتت وشيكة، آخرها بأن التأخير كان بسبب التحقيقات مع عبد الله السنوسي رئيس استخبارات النظام السابق، يعني في كل مرة يتحججون بعذر معين، يعني هل المحاكمة الآن باتت وشيكة؟ المحاكمة إن شاء الله باتت وشيكة، وفي الربع الأول من هذه السنة على أبعد تقدير إن شاء الله. نعم، وكما قلنا ذلك، وأنا من صرح بأنه تم تأجيل محاكمة سيف لحضور المتهم عبد الله السنوسي، وتم التحقيق مع هذا الأخير وانتهت التحقيقات، والآن القضية في إجراءات التصرف لها من النيابة العامة في اتجاه القضاء إن شاء الله. نعم، السيد ميلاد عبد النبي أدجالي، منسق ملف سيف القذافي بمكتب النائب العام، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك.